دعونا نلعب لعبة الزوايا. لقد قمت برسم هذا الشكل هنا، وسأعطيكم مجموعة من الزوايا، ثم أريد منكم أن تجدوا زاوية أخرى. لذا دعوني أعطيكم بعض الزوايا. لنفترض هنا، لنفترض أن هذه الزاوية، هذه الزاوية قياسها 56 درجة، وأخبرتكم أيضا أن هذه الزاوية قياسها 115 درجة. وما أريده منكم هو إيجاد، هذا هو الهدف من لعبة الزوايا، أريد منكم إيجاد قياس هذه الزاوية هنا. وإذا كنتم جريئين يمكنكم إيقاف العرض ومحاولة إيجادها بأنفسكم، وإذا أردتم مني أن أبدأ بإيجادها وربما يمكنني أن أعطيكم مجموعة خطوات ثم تكملون الحل بأنفسكم، لكن أريد الآن أريكم كيف تقوموا بحلها باستخدام لعبة الزوايا. لدينا جميع الأدوات التي سنحتاجها في الحل، وأريدكم أن تكونوا قادرين على إتقانها لأنها تعتبر مهارة في حل مسائل الزوايا. أو لم أعطيكم مفتاحاً، ربما تقولون أنكم لستم قادرين على الحل بسبب أنني لم أعطيكم المعلومات المفتاحية. حسناً، هذا الخط وهذا الخط هما خطان متوازيان، كنت قد طلبت منكم حلها قبل إعطائكم معلومات مفتاحية، هذا يعني أنهما هنا متوازيان. ماذا يمكننا أن نفعل عندما أرى هذا النوع من المسائل، سواء عند لعب لعبة الزوايا أو في حل المسائل المشابهة؟ سيمكنني إيجاد كل زاوية يمكنني إيجادها، وأحاول على مهل إيجاد طريقة توصلني لقياس الزاوية. دعوني أرى ماذا يمكن أن أجد هنا، سأستخدم اللون الأخضر المزرق هنا لإيجادها. إذا قياس هذه الزاوية هو 56 درجة، أليس كذلك؟ هذان الخطان متوازيان، هذا الخط يبدو وكأنه قاطعا أو مستقيم قاطع، ماذا نعرف عنه؟ حسناً، دعونا نرى ما هي الزاوية المتناظرة لهذه الزاوية. حسناً، إنها الزاوية، ماذا نعرف عن الزوايا المتناظرة للخطوط المتوازية عند احتوائها على مستقيم قاطع؟ هذه قياسها 56 درجة، أليس كذلك؟ لأنها زاوية متناظرة مع هذه، يمكننا إيجاد قياس هذه الزاوية 56 درجة لأنها متقابلة بالرأس هنا مع هذه الزاوية، والزاوية المناظرة لها أيضا 56 درجة. يمكننا أن نجد أن قياس هذه هو 180 ناقص 56 أي 124. لعبة الزوايا هنا صعبة نوعا ما، لكن هنا زوايا متناظرة، إذا تلك قياسها 56 درجة. دعونا نرى، أحتاج إيجاد هذه الزاوية، إنني أعلم هذه وهما في مثلث صحيح، إنك ترى هذا المثلث، إذا كنت فقط أعلم قياس هذه الزاوية فهل يمكنك إيجاد هذه الزاوية؟ حسنا، إنها مكملة لهذه الزاوية التي قياسها 115 درجة، أليس كذلك؟ إذن هذه الزاوية الخضراء زائد الزاوية البنفسجية يساوي 180، إذن هذه قياسها 180 ناقص 115، ما قياس هذه؟ إذن هذه 65 درجة. ما الذي قمنا بفعله الآن؟ لقد قلنا أن هذان الخطان متوازيان والزوايا المتناظرة تكون متساوية، هذه التي قياسها 56 تساوي هذه التي قياسها 56، ثم قلنا حسنا هذه الزاوية الخضراء وهذه الزاوية البنفسجية مكملتان، أي مجموعهما 180 درجة، لكن هذه 65 أي ناتج 180 ناقص 115. أعتقد أنك ترى أين أذهب، الآن نحن نعرف زاويتان من المثلث، وإذا كنا نعرف قياس زاويتان من المثلث ماذا باستطعنا أن نجد؟ حسنا، نحن نعلم أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، أليس كذلك؟ دعونا نسمي هذه X، نحن نعلم أن X زائد 56 زائد 65 يساوي 180،
ما ناتج 56 زائد 65؟ هنا دائما تحدث الفوضى في عملية الجمع والطرح. إذا 5 زائد 6 يساوي هنا 110، وهذه 121، أليس كذلك؟ أجل، 121 إكس زائد 121 يساوي 180، ثم إكس تساوي 180 ناقص 121 يساوي 59، إكس تساوي 59، إكس تساوي 59 درجة. هذا هو، لقد أنجزنا الهدف الأول في لعبة الزوايا. كلما رأيته هنا دعونا نجد زاوية أكثر صعوبة، ربما هذه لأنها لا ترتبط بخطوط متوازية، لكن أريد أن أوضح لكم أن كل شيء تعلمناه عن خطوط المتوازية والمثلثات وجمع الزوايا، إذن هذه تحتوي هنا على، دعوني أرسم نجمة، دعونا نرى الخط يتجه من هنا إلى هنا، نرسم خط من هنا إلى هناك، ثم من هنا إلى هناك، ومن هنا إلى هنا، وأخيرا هنا إلى هناك. ماذا نعرف عنه؟ نعلم أن قياس هذه الزاوية 75، أنني أستخدم الأداة الخطأ، قياس هذه الزاوية 75 درجة. نحن نعلم أيضا أن الزاوية هذه قياسها 75 درجة، ونعلم أن قياس هذه الزاوية هو 101 درجة. والمطلوب الآن إيجاد، المطلوب الآن هو إيجاد هذه الزاوية. ما قياس هذه الزاوية؟ وهذا الوقت الأنسب لإيقاف العرض، لأنني سأوضح لكم الحل الآن. ماذا يمكن أن نفعل هنا؟ هذه الزاوية، حسنا، إنني أحب التجول في المسألة ورؤية ما يمكنني إيجاده. فإذا كان قياس هذه الزاوية هو 101 درجة، فما هي الزوايا الأخرى يمكننا أن نجد؟ حسنا، يمكن أن نجد هذه الزاوية، ويمكن أن نجد عدة زوايا. يمكن أن نجد، دعوني أغير اللون، سأجد الزوايا. إذن هذه قياسها 101 وهي مكملة لهذه، هذه قياسها 79 درجة، صحيح؟ وهذه أيضا 79 درجة لأنها أيضا مكملة، هذه الزاوية تقابلها بالرأس، إذن هذه الزاوية ستكون 101 درجة. ماذا يمكن أن نجد أيضا؟ يمكننا أن نجد هذه الزاوية لأنها مكملة، يمكننا أن نجد هذه الزاوية، يمكن أيضا أن نجد هذه الزاوية بسبب هذا المثلث الذي نراه هنا. هذه الزاوية زائد 75 زائد 75 يساوي 180، صحيح؟ دعونا نسمي هذه الزاوية بي، بي زائد 75 زائد 75 يساوي 180 باستخدام هذا المثلث، ب زائد 150 يساوي 180، ب تساوي 30. إذا قمنا بإيجاد هذا. الآن ماذا ستفعل إذا أخبرتك أن باستطاعتنا الآن إيجاد هذه الزاوية الصفراء؟ لربما أنها واضحة، عليك أن تنظر إلى المثلث من الجهة اليمنى، يبدو أنه يجب أن تتمرنوا جيدا. حسنا، دعوني أعطيكم تلميحا صغيرا، انظروا إلى هذا المثلث، لون غير جيد، دعوني أستخدم اللون الأحمر فهو أكثر وضوحا. انظروا إلى هذا المثلث، سأخبركم أصعب شيء في هذه المسائل هو النظر إلى المثلث القائم وتأمله. جيد، يجب أن أجد شيئا ما. انظروا إلى هذا المثلث، نحن نعلم أن قياس زاويته هذه هو 101 درجة، ونعلم هذه الزاوية فقد أوجدناها قياسها 30، إذن كل ما تبقى هو إيجاد هذه الزاوية الصفراء، سأسميها X، X زائد 101 زائد 30 يساوي 180، زوايا المثلث مجموعة 180 درجة. X زائد 131 يساوي 180، فكم تساوي X؟ تساوي 49 درجة. حسنا،
لقد قمنا بحل المسألة الثانية باستخدام لعبة الزوايا، وأعتقد أنه انتهى الوقت المخصص لهذا العرض. ربما في العرض التالي سأقوم بحل مجموعة من مسائل لعبة الزوايا. أراكم قريباً.